واثق الخطى يمشي فوزا. النادي الاهلي بيفوز على الانتاج الحربي برباعية مقابل لا شيء 4 أهداف. ألف مبروك للنادي الأهلي، 4 أهداف رمضان صبحي في الدقيقة 25، هدف المباراة الأول زي ما حضراتكم شايفين جونيور أجاييه لمجدي أفشة ومجدي أفشة لرمضان صبحي لهدف المباراة الأول في الدقيقة 25، ثم هدف المباراة الثاني من تمريرة رائعة لرمضان صبحي. رمضان صبحي نجم هذه المباراة، بيعود ويعملها لحسين الشحات بمنتهى الهدوء والرزانة، هدف المباراة الثاني في الدقيقة 56، ثم هدف المباراة الثالث أيضا من جونيور أجاييه من لعبة ولا أحلى ولا أجمل ولا أروع، حاجة رائعة جدا علي معلول ومنتهى الذكاء حقيقة بيعملها لجونيور أجاييه ليحرز هدف المباراة الثالث، ثم يعود النجم حسين الشحات ويعمل أسيست أيضا رائع لوليد سليمان اللي أيضا بيعملها بمنتهى الهدوء ومنتهى التركيز يحرز هدف المباراة الرابع للنادي الأهلي. زي ما حضراتكم شايفين أداء واثق جدا من النادي الأهلي وحاجة جميلة جدا وأهداف رائعة وشغل رائع جدا هنتكلم عنه كتير جدا 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 في هذه المباراة. طيب زي ما حضراتكم شايفين ده الهدف الرابع، هدف المباراة الرابع، وليد سليمان رائع جدا جدا جدا. ألف ألف مبروك للنادي الأهلي، 3 نقاط غالية جدا جدا جدا، أداء رائع، كل شيء رائع في هذه المباراة. هنتكلم أيضا عن المباراة من الناحية الفنية، ولكن خلونا نبدأ الجزء الثاني من هذه الحلقة في ملعب الأهلي 2 ساعة ما بعد المباراة. هنتكلم أو نطلع نشوف كابتن سيد عبد الحفيظ هيقول لنا إيه مع زميلنا كريم أحمد. كل التحية ليك من جديد كابتن اسلام الشاطر، كابتننا الكبار في الاستوديو التحليلي كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. مبروك يا كابتن سيد، كل مباراه ليها ظروفها، كل مباراه بيكون ليها تحضير. النهارده المباراه في البدايه كده يمكن ازمت شويه، لكن النادي الاهلي كالعاده بالتركيز وبالاصرار بالتغييرات الجيده جدا لمستر ريني فايلر قدر النادي الاهلي يفوز بنتيجه كبيره على فريق كبير زي الانتاج الحربي. الحمد لله، طبعا المباراه مهمه زي ما انت قلت وفي بدايه دوري ومع فرقه، يعني اعتقد ان احنا اول مره نحرز 4 أهداف في فرقه الانتاج الحربي. ما اعتقدش ان هو من ساعه ما صعد في 2010 ولا حاجه لحد دلوقتي ما قدرناش ان احنا كنا نجيب في مباراه واحده 4 أجوال، فدي برضو حاجه كويسه. طبعا بنحترم فرقه الانتاج على كل المواسم، بتقدم مواسم كويسه قوي او مباراه مع الفرق الكبيره بشكل كويس قوي، عندهم جهاز فني على اعلى مستوى. يمكن النهارده فرضنا سيطرتنا وشخصيتنا، لا بذكرها دايما في كل لقاءات يعني من الاول لاخر، وضع طبيعي حتى في اثناء المباراه انت بتلعب 90 دقيقه، ف يعني انت بتلعب مع فرقه وفرقه عندها قدرات كويسه طبعا، فبعض الاوقات وبعض الفرص هتتاح ليهم. يعني من الاشياء الجيده جدا كابتن سيد ان احنا كنا ما شفناش في فتره طويله ان دكه قويه جدا، اللي بيطلع موجود، اللي بره موجود، كل اللعيبه واحد، وده امر مهم جدا وده عامل من عوامل اللي بتساعد اكيد على الفوز يا كابتن سيد. بص، اي فرقه كبيره في العالم كله بتلعب على بطوله الدوري، وبطوله الدوري هي الاهم في كل البطولات المحليه، لا تقارن ابدا باي بطوله اخرى. يعني زي ما انا قلت السنه اللي فاتت بطوله الدوري، وبتقارنها باي بطوله محليه، ما فيش مقارنه اساسا ما بين دي ودي. فاي فرقه عايزه تاخد بطوله الدوري لازم يكون الدكه بتاعتها تقيله جدا، لازم تكون اللي بره ال 18 حتى برضو مستواهم قريب جدا، يعني بتتكلم في لو بتتكلم في نسبه مئويه 90 ل 85 كده، يعني ما تبقاش زياده عن كده، لان انت هتتعرض لظروف ممكن ما تبقاش مناسبه في الموسم. فوضع طبيعي ان اللي ياخد يكون على نفس المستوى. يعني انت بتلعب باي تشكيله الحمد لله بيقدروا ان هم يادوا ويفرضوا شخصيتهم برضو. لكن كل اللي انا عايز اقوله ان مرحله الدوري او بطوله الدوري بطوله يعني بتتاخد على مراحل البدايه والمنتصف والنهايه، احنا لسه في البدايات. عملنا مباراتين او خدنا مباراتين مع سموحه والانتاج الحربي، ودول برضو من الفرق اللي لها اسمها ووزنها في الدوري. يعني عندنا مباراه مع اسوان الساعه 3، مش عايز اتكلم على الساعه 3 والساعه 5 والساعه 7 دي، مش مستوعبها ومش فاهمها، لكن في النهايه يعني ده قرار هنلتزم بيه. في اقل من 48 ساعه مسافرين ان شاء الله الرحمن يوم الجمعه الصبح، وبعد كده هنخوض مباراه او تدريبه هناك في اسوان، استاد ما لعبناش عليه بقالنا فتره طويله، و في جو برضه هيبقى الساعه 3 الظهر يعني، فان شاء الله الرحمن باذن الله برضه نرجع بال3 نقط. يعني هل النادي الاهلي ممكن يتدرب في نفس التوقيت ده الايام اللي جايه كابتن سيد بالنسبه يعني مقارنه بمباراه اسوان؟ لا، احنا عندنا بكره تمرين الصبح وبعد كده ما فيش وقت، انت مسافر فجر الجمعه وهتتمرن هناك في اسوان في نفس توقيت المباراه يعني. شكرا جدا كابتن. شكرا. شكرا. شكرا.
كل الشكر والتقدير للكابتن سيد عبد الحفيظ ومدير الكره بيها النادي الاهلي. فوز مهم وفوز مطلوب لفريق النادي الاهلي خطوه بخطوه، كل مباراه ليها حسابات، كل مباراه ليها ظروف. ان شاء الله النادي الاهلي يستمر في سلسله الانتصارات الخاصه في بطوله الدوري العام وايضا في البطوله الافريقيه. عوده للاستوديو التحليلي والكابتن اسلام الشاطر. شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من ارض الملعب مع كابتن سيد عبد الحفيظ، وكلام منطقي جدا النهارده زي ما قلت لحضراتكم في البدايه. واثق الخطى يمشي فوزا، طبعا مرحا، لكن مرحا دي ان شاء الله نقولها اخر الموسم، لكن احنا النهارده فوزا فوزا بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا وحاجه ممتعه جدا جدا جدا. خلينا نروح نكمل بقيه حوارات كريم احمد مع كابتن سامي قمصان. خلينا نروح نشوف كريم ونرجع نكمل مع حضراتكم. بجد التحية ليك كابتن اسلام الشاطر، كابتن الكبار، كل جمهور ومشاهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان، كابتن سامي قمصان. كابتن سامي مبروك النهارده. يمكن كنت بتكلم مع كابتن سيد، كل مباراة ليها ظروف ليها تحضير، عندنا سياسة تدوير مهمة جدا، والحاجة المميزة اللي بتسعد الجهاز الفني ان احنا عندنا دكة تقيلة وعندنا لعيبة اللي بيطلع زي اللي جوه، دي حاجات اكيد عوامل مهمة جدا اللي بتساعدنا على الفوز بنتيجة كبيرة على فريق زي الانتاج الحربي. الحمد لله طبعا مبروك ليك ومبروك للجمهور النادي الاهلي، مباراة مميزة جدا واداء مميز جدا واداء ونتيجة، كنا مسيطرين الحمد لله على اغلب المباراه. ويمكن انت قلت الحلول الكتيره بتدي افضليه لينا وبتدي حلول لينا وبتدي منافسه كويسه بين اللعيبه، وده الحمد لله الراجل اللي قدر يخرج الحاجات ديت. اتمنى ان شاء الله بس يكون عندنا استمراريه، محتاجين دعم جمهور النادي الاهلي اكتر واكتر، ومحتاجين الثقه دي، محتاجين الثقه للاعيبتنا وجهازنا، وان شاء الله اللي جاي افضل لينا باذن الله. تحضير المباراه بيكون مهم جدا وبيدل، يمكن بنشوف المستريني فايلر والجهاز الفني بيحضر بشكل كبير، لان انا اعتقد النادي الاهلي ما كسبش الانتاج بسكور كبير جدا يا كابتن سامي خلال الايام اللي فاتت، ده واضح ان الراجل بيقف على النقاط على قوه ضعف. الاستشاره كمان بالنسبه للجهاز الفني بالكامل ده عامل مهم جدا، عايزين نوضحها لكل الناس يا كابتن. هو الراجل بيسمع جدا طبعا وبيحضر كويس جدا وبيهتم بالتفاصيل الصغيره جدا اللي بتبقى في الفرقه او الفرقه المنافسه لينا، يعني بتحضر كويس بيشتغل كويس، وانت في الاول والاخر انت بتعمل عليك والتوفيق ده بيجي عند ربنا، لكن طبعا لازم انت تبقى عندك اسباب التوفيق ده، واعتقد اللي هو بنسعى له وكل المنظومه زي ما انت قلت كله بيساعد كله بيأدي المطلوب منه، واعتقد ان ده يعني ده دور الجهاز وده شكل الجهاز اللي المفروض يكون موجود. يعني ضغط مستمر، مباراه اسوان خلاص انتوا هتسافروا كابتن سامي يوم الجمعه، ومباراه الساعه 3 كمان، يعني امر صعب شويه، لكن كيف سيتعامل الجهاز الفني تحضيريا سواء النظري او العملي بالنسبه لهذه المباراه؟ زي كل مره بقول لك ده قدر لعيبه النادي الاهلي، عندنا مباراه مهمه جدا، ثلاث نقاط مهمه جدا، عندنا ظروف سفر زي ما انت قلت اهوت، يمكن احنا هنسافر فجر الجمعه عشان الطيران، وبعد كده عندنا مباراه الساعه 3 برضو، يعني صعوبه جدا يعني في اسوان دلوقتي في اللي انت تلعب في دوت، ورغم ان هم عندهم مثلا اضاءه يعني، لكن اعتقد ان احنا ان شاء الله قادرين ان احنا نتغلب على الصعاب ديت، وان شاء الله نحقق برضو الثلاث نقاط ان شاء الله. شكرا شكرا. بنبارك من جديد يا كابتن اسلام للكابتن سامي قمصان لعيبه النادي الاهلي، كابتن سيد عبد الحفيظ. النهارده مباراه هامه ومباراه جيده زي ما بقول لك، ويمكن السؤال اللي سالته يا كابتن اسلام على ارضيه الملعب، على ما اعتقد النهارده ارضيه الملعب ساعدت النادي الاهلي بشكل كبير جدا ان هو ينفذ كل الجمل التكتيكيه. ان شاء الله النادي الاهلي يستمر على هذا الاداء المميز والنتائج الطيبه جدا اللي بيحققها النادي الاهلي. النادي الاهلي من فتره كبيره ما قدرش ان هو يكسب الانتاج الحربي بالسكور الكبير ده وبالاداء الفني داخل المستطيل الاخضر، ثقتنا كبيره كالعاده في كل لاعبينا في الجهاز الفني، القادم كله ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي انتصارات سواء في بطوله الدوري العام او في البطوله الافريقيه. عوده لك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد، كابتن ماهر همام، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن احمد بلال، الف مبروك، يعني اداء رائع، اربع اهداف. الحقيقه هنشرح الاهداف وهنقولها للناس، ولكن الاداء بشكل عام يا كابتن ماهر مطمئن. مبروك اسلام، مبروك الشريف، مبروك بلال، حاجه جميله يعني كوره حديثه متطوره بشكل جيد. النهارده احنا مستمتعين من حلاوه المباراه، فوجئنا ان 90 دقيقه راحوا ايوه بسرعه يعني. فانا عايز اقول النهارده مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، مبروك للجهاز الفني، مبروك للاعبين، مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم اللي هو بيستمتع باداء لعبته من خلال مباراه الدوري العام دي المباراه الثانيه. عايز اقول لك يا اسلام ان عمل مستمر خلال شهر بيفرز هذا الانتاج، فتحيه للجهاز الفني على هذا الاخراج المميز من كوره حديثه متطوره. كل فنون اللعبه النهارده احنا شاهدناها، يعني من ناحيه الحركه بدون كوره، تسجيل الاهداف، الجمل التكتيكيه اللي اتعملت النهارده يا اسلام، الشكل العام اللي دار بيه، الاستراتيجيه اللي دارت بيها المباراه النهارده خلال 90 دقيقه. بنحيي الجهاز الفني على العمل المستمر، ويمكن الكابتن سيد حافظ قال وسامي قال ان حتى الجهاز الفني من خلال تعليماته وملاحظاته ان هو بيسجل كل حاجه، مش سايب ولا حاجه ممكن تكون سلبيه بيأيدها، الحاجه الايجابيه بيحاول انه يحافظ عليها وينميها.
النهارده 14 فرصه يا اسلام طوال شوطين المباراه، 14 فرصه اثمروا على اربع اهداف من اجمل الاهداف اللي ممكن تشوفها في الدوري الممتاز. طبعا هنتكلم على الجوانب الفنيه وازاي هنشرح الاهداف الجميله دي ازاي اتسجلت بعنايه وتركيز ومسانده وجمل تكتيكيه واختراقات من الاطراف ومن العمق والوان تو، يعني كل الجمل التكتيكيه اللي ممكن تتخيلها يا كابتن اسلام في التيت الاخير النهارده لعبت النادي الاهلي نفذوها. فانا شايف ان المباراه دي من اتقل المباريات للنادي الاهلي اللي احنا شفناها هذا الموسم، كل محتوياتها اذا كانت الفنيه او البدنيه او التكتيكيه او المهاره الفرديه للاعب النادي الاهلي، حتى الكور الثابته، يعني يمكن مخرجنا سمير بيجيب لنا حتى الكور الثابته النهارده قدرنا ان احنا نلجا ليها وقدرنا نتعامل معها من خلال هذا الجيم. فانا بحيي كل المنظومه الرياضيه اللي موجوده في اخراج هذا الاداء للنادي الاهلي. طيب كابتن شريف، اعتقد ثلاث نقاط يستحقها النادي الاهلي عن جدار. الحمد لله، الف مبروك، الف مبروك على الاداء الرائع. طبعا زي ما قال الكابتن ماهر، كل فنون اللعبه وكل فنون الكره النهارده كانت موجوده الحقيقه على ارضيه ملعب يستاهلها اللعيبه دي بعد فتره كبيره قوي. قدموا كره سهله، قدموا تحركات، قدموا ضغط على الخصم، قدموا تعليمات جهاز فني على ما اعتقد هو ده المباراه. الحقيقه المباراه دي اللي بتثبت ان احنا الحمد لله نمتلك اشياء كثيره قوي، لاعبين، نمتلك حارس مرمى عملاق بصد صده النهارده الحقيقه تحتسب لي على تاريخ حياته، كورتين بيطلعهم بشكل عالمي. محدش ما بذلش جمهور، مش عارفين نقول لك مين احسن لاعب في المباراه اذا كان رمضان او معلول او بيت الفريق. كابتن شريف معلش تسمح لي بس اطلع نشوف المؤتمر الصحفي لريني فايلر وماذا قال ريني فايلر بعد هذا الفوز الكبير على الانتاج الحربي. نطلع نشوف المؤتمر ونرجع نكمل مع حضراتكم. سعيد جدا للفريق ولكل الناس اللي ورا الفريق، فريق النادي الاهلي. احنا كسبنا المباراه النهارده واحرزنا اربع اهداف. تساعدنا اللقاء في الشوط الاولاني وجبنا جون واحد وكان في فرص نسجل جونين كمان بس ما حصلش، يعني ما ترجمناش الاهداف. جات لها فرصتين ما ترجمناش الاهداف. بعد كده بعد رجوعنا من بين الشوطين كان في اول 10 دقائق او 15 دقيقه كان فيهم صعوبه والشناوي انقذ كوره كانت ممكن تغير المباراه، كان فيها صعوبه. بس برضه رجعنا تاني اللقاء وجبنا تلات اهداف وتساعدنا اللقاء لغايه اخر. وانا زي ما قلت في الاول انا سعيد جدا بالفوز بتاع النهارده والاربع اهداف اللي احرزناهم. اتفضل. انا بشوف طبعا بمشي ماتش ماتش ببص على المباراه مباراه، مش عايزين نستعجل على موضوع التشكيل، انا مركز في ماتش ماتش خصوصا الماتش الجاي ده كمان ثلاث ايام. طبعا احنا محتاجين طبعا اكتر من لعيب في كل مركز، عشان كده بجهز كل اكتر من لعيب في كل مركز وبجربهم، عشان كده انا ما اقدرش اقول لك الماتش الجاي مين هيلعب لان كل ماتش ليه ظروف. اسئله اتفضل. احمد خالد بنت بطل انتوا شغالين؟ بس في 12 ماتش ما بتكونش ليه؟ شايف ازاي كومون فاري قرار ضد الحاله التلفزيون اللي فيها سوق جيبسون في الكوره؟ احنا راجل طيب مش هنتقد، ما بنتقدش، مش شخصيتي يعني.
ده قرار تم اتخاذه من قبل الاتحاد المفروض نقبله. حاجات ما ينفعش نغيرها لازم نقدر نتقبلها. طبعا في صعوبه ان احنا هنسافر طيران وهنلعب هناك في درجه حراره عاليه، بس لازم نقبل ده ولازم نلعب ولازم الهدف ان احنا نكسب ونحقق 3 نقط جداد الفريق. اتفضل يا فندم. طبعا الاهم ان احنا نخلق فرص، دي اول خطوه. انا سعيد جدا ان احنا عرفنا نخلق فرص كتير للتهديف، ده اول هدف. الخطوه ترجمه الاهداف، طبعا احنا بنشتغل على اهداف التمرين، ومش بس الاهلي بيشتغل على التمرين في الحاجات دي، كل الفرق في التدريبات بتشتغل على النواقص بتاعتها عشان تكملها، فهنشتغل على موضوع ترجمه الفرص اللي بتجي لنا بنضيعها الاهداف. اتفضل. اخر سؤال اتفضل. Non, c'était le match aujourd'hui qui est passé comme ça et هو هيجاوب من السؤال الثاني، من الفكره اللي بتلعب من ناحيه معلم. حسب سير المباراه ساعات ما بتبقاش عارف ايه اللي هيحصل في المباراه، فحسب سير المباراه واللعب، اللعب مال ناحيه علي معلول، فده مش حاجه مش متفق عليها من الاول، ده حسب اللعب يعني. الشوط الثاني لعبنا ناحيه الشمال. محمد هاني كان خد انذار، هو شاف انه قاسي شويه بس خد انذار، وبعدها بشويه كان في ضربه حره عليه وهو خاف حتى يسيبه في الملعب، قال ممكن ياخد انذار ثاني نحافظ عليه وعشان يلعب بقوام الفريق كامل من غير ما حد يخرج منه، فهو خرجه على شاهد الانذار مش عشان حاجه ثانيه. اوكي شكرا. طيب اضعنا العديد من الفرص في الشوط الاول كانت كفيله بخروج المباراه او بنهايه المباراه من شوطها الاول. قال سعيد جدا باداء النادي الاهلي في مباراه اليوم، ولكن عندنا الافضل خلال الفتره القادمه. قال ايضا في الاسئله لما حد بيسأله، بالمناسبة أنا بس عايز أوجه حاجة للمسؤولين عن التنظيم في الاتحاد المصري لكرة القدم أو في اللجنة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم. الأمور كل الإيفنتات اللي فاتت كانت ماشية بشكل رائع جدا، فأنا بس عايز أضيف حاجة، إن احنا من حقنا كمشاهدين للمؤتمر الصحفي إن احنا نسمع صوت اللي بيعمل السؤال أو اللي بيقول السؤال، الصحفي اللي بيسأل السؤال محتاجين بس نسمع صوته، لان احنا في بعض في اوقات كتيره جدا بنقعد نخمن بقى السؤال من اجابه الراجل. فمن بعد اذن حضراتكم لو ممكن يبقى في مايك يدور على الصحفيين او على الصحفي اللي هيسال السؤال، علشان بس الناس المشاهدين او الجمهور المشاهد للمؤتمر الصحفي يسمع صوت الصحفي او يسمع السؤال. الصحفيين اللي بيبقوا متواجدين غالبا ما بيسالوا الاسئله اللي الناس كلها نفسها تسمعها ونفسها تسال فيها، فمن فضل حضراتكم في هذا الموضوع. هو بس نقطة كده عايزين نقولها لأعضاء اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد كرة القدم أو لجنة المسابقات اللي ليه علاقة يعني بموضوع المؤتمر الصحفي أو الشركة الراعية. نتمنى أن يتم تدارك هذا الموضوع خلال الفترة القادمة. معلش تاني حاجة بقى، وأنا مش هحط راسي في الرمل، أنا مش هحط راسي في الرمل. النهاردة
التصوير سيء جدا جدا جدا. اخراج كمان جدا. المسؤول بقى عن التصوير اخراج بقى ما مش معرفش مين، انا مش راجل بتاع اعلام عشان اقول ده او ده، لكن النهارده واحنا قاعدين بنتفرج على المباراه الكل ابدى استياءه الشديد من اللي حصل النهارده في ملعب المباراه لمده تقريبا 10 دقائق احنا مش شايفين الكوره. انا اول مره اشوف ماتش بيتلعب على زوم على عدسه قريبه جدا من اللاعب لوحده، مش شايفين بقيه اللاعبين. فالحقيقه النهارده يا جماعه من فضل حضرتك احنا يعني الانتقاد ده موجه لينا لان او اللي كان مسؤول عن الاخراج في هذه المباراه، لانه الحقيقه احنا عندنا مخرجين عظام وكبار جدا وعندنا كاميرات وحاجات جميله جدا جدا جدا، فلماذا لا تظهر الصوره بشكل جيد؟ لماذا لا تظهر الصورة بشكل جيد للمشاهدين؟ بالمناسبة أنا بتكلم هنا باعتباري أحد المشاهدين اللي كانوا بيتفرجوا على المباراة، كابتن شريف وكابتن بلال وكابتن ماهر قاعدين يعني شدنا شعرنا، ما احنا عايزين نعرف الدنيا ماشية ازاي والموضوع بيعمل ازاي. أكيد كل جمهور النادي الأهلي وقاعد بيتفرج على المباراة أو جمهور الإنتاج الحربي وقاعد بيتفرج على المباراة اتضايق جدا من هذا الموضوع. عندنا مخرجين عظام، عندنا كاميرات تصوير رائعة، عندنا اللي بيقفوا خلف الكاميرات ناس مسؤولين وكبار جدا ورائعين جدا، فلماذا تظهر الصورة بهذا الشكل؟ نرجو التوضيح. حاجتين بس هم دول حابين ان احنا نقولهم، لانه في النهاية المؤتمر الصحفي ده عشان الناس تعرف المدير الفني بيفكر ازاي اثناء المباراة وللمباراة اللي بعدها او للفترة اللي بعدها، فمحتاجين نسمع صوت الصحفي اللي بيعمل السؤال. والحاجة الثانية التصوير 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 الاخراج الاخراج الاخراج. قال ايضا رينيه فايلر ان في حاجات انا ما ينفعش انتقدها، ما اعرفش السؤال طبعا كان ايه، بس يعني ترجمناه او خمننا ان هو بيسالوا على تقارب وقت مباراه اسوان من مباراه الانتاج الحربي، فقال ان في حاجات ما ينفعش ننتقدها ومن المفترض ان احنا نتقبل مثل هذه الامور لان القرار صدر من الاتحاد المصري لكرة القدم، وبالتالي يجب علينا كجهاز فني ان احنا نتقبل هذا الموضوع، واحنا كل نظرتنا خلال الفترة او خلال المباراة القادمة ان احنا نفوز في المباراة بغض النظر عن تقارب الايام. ايضا قال انا سعيد جدا بخلق الفرص لانه خلق الفرص هو الاهم بالنسبة لي، ولكن هنعمل على السلبيات اللي موجودة في الفرقة خلال الفترة القادمة. وقال ايضا رينيه فايلر مش هو لوحده اللي هيعمل على هذه السلبيات، ولكن كل المدربين في كل فرق الدوري وفي كل فرق العالم بتعمل دائما على السلبيات. هدوء من رينيه فايلر، واضح جدا زي ما قلت لحضراتكم الثقة في فريقه، الثقة في ان عنده مجلس ادارة واقف في ظهره، الثقة في كل شيء. الحقيقة النهاردة حتى في المؤتمر الصحفي هدوءه الشديد جدا، وبالتالي ده كلامه في المؤتمر الصحفي. كابتن ماهر، كابتن شريف، حضرتك اللي كنت بتتكلم. اتفضل يا كابتن، معلش انا اسف ان انا قطعتك. لا لا لا، تكملة لكلامك، هدوء في كل حاجة حتى اللعيبة. هدوء في اداء اللعيبة وتركيز والتعامل مع التمرير السليم وتحركات. الحقيقة طلعوا الكرة اللي عندهم، ودي علاقة الحب اللي هو بثها المدرب الحقيقة مع اللاعبين، خلاهم يثقوا في أنفسهم. يعني كل لعيب دلوقتي عنده ثقة في أدائه، لما بيمسك الكرة بيعدي من واحد اتنين واثق، زي ما أنت قلت واثق الخطوة، لا هو واثق إن واثق إن زميله هيبقى سبورت ليه وهي. طب دي هعملها إزاي بقى؟ يعني واثق إن زميله حلوة. لا أنت في حتة وأنا في حتة خالص. فالحقيقة مكاسب كتير، أكثر من 3 نقاط ولا 4 أهداف الحقيقة. الحقيقة حاجة تطمن الجماهير كمان. أيوه. على المدير الفني اللي هم شككوا فيه وقعدوا يقولوا من يوم ليوم مباراة لمباراة بنشوف الجديد، بنشوف الأحسن. أرضية ملعب النهارده منحت فرصة كبيرة قوي للعيبة تطلع كل اللي عندها. مظبوط. مش حاضر زاد على الكلام اللي أنت قلته، ولا كلام ماهر ولا كلام الراجل، اللي غير إن أنا فرحان النهارده بالأداء العالي قوي بتاع اللعيبة اللي أتمناه بإذن الله يتكرر في المباراة الجاية، حتى في الظروف اللي هي الساعة 3:30 والماتش بعد 48 ساعة وحاجات كده يعني. فده النادي الأهلي الحقيقة، وألف مبروك كمان مرة يعني. كابتن بلال، اتكلمنا في كل شيء تقريبا من بشكل عام، فعايزك برضو تقول لي رؤيتك لهذه المباراة وهذا الفوز الكبير للنادي الأهلي. بص، شوف، أنا شايف الأهلي النهاردة وجد ضلته المفقودة، إحراز الأهداف. إحنا الأهلي دائما وأبدا في كل المباريات اللي فاتت بيخلق فرص، لكن كانت مشكلته هي ترجمة هذه الفرص لأهداف. النهاردة يمكن المباراة الرابعة تقريبا على الخمسة على تقريبا على التوالي اللي مستر فايلر بيقدر إن هو
يترجم هذه الفرص لاهداف يا كابتن عن طريق تحركاته والمهام اللي اتكلمنا عليها بالمباراه. يمكن احنا قبل المباراه اتكلمنا يا كابتن على المهام اللي بيديها لحسين الشحات، المهام اللي بيديها رمضان صبحي. النهارده رمضان صبحي بيلعب سترايكر في بعض الاوقات، جنرال اجاي بيلعب على طرف الملعب. التحركات، التحرر اللي موجود في اللعيبه، يعني احنا زمان كنا بنفتقد الحته دي. كانت بتتاح فرص فقط للمان تارجت لوليد ازارو، هو ده الوحيد اللعيب اللي كان بتتاح له الفرص كتير يا اسلام. النهارده الفرص اصبحت بتتاح معلش بقى اقطعك في دي، ولكن هي دي رؤيه مدرب. طبعا انا مش يعني معترض. انا بكلمك على الجديد اللي حصل، التطور اللي حصل النهارده. التطور اللي حصل ان احنا بقينا نشوف رمضان صبحي النهارده هو المان تارجت بتاعنا اللي بعض الاوقات، هو السترايكر، هو رقم 9 في بعض الاوقات. حسين الشحات نفس الموضوع، جونيور اجاي في بعض الاوقات كنا بنشوفه النهارده بلاي ميكر. الدويتو الرائع جدا 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 اللي ما بين رمضان صبحي وما بين علي معلول، دي حاجه الحقيقه يمكن فيها تطور غير طبيعي، يمكن دي حاجه رائعه جدا جدا يا اسلام وبتتطور. خد بالك انت لما بتلعب، لما بيكون في اثنين عندهم مهارات عاليه قوي، الكواليتي بتاعتهم عاليه قوي، مهما كان قدرات اللعيبه ومهما كان تحفيز المدير الفني اللي قصادك ومهما كان امكانياتهم الدفاعيه، ما بتقدرش ان انت تعمل توقف للعيبه دي. يعني انت عايز محتاج خمسه سته بس يقفوا في الحته دي ويفضوا لك بقيه الملعب. بالظبط النهارده يمكن رمضان صبحي بالمهارات مع علي معلول، النهارده يا جماعه رمضان صبحي الثلاث اهداف الاولى بصمه رمضان صبحي موجوده في الملعب، سواء اذا كان من طرف الملعب او من قلب الملعب. يمكن يعني الاوت هو اللي لعب الاوت، هو اللي جري وكمل واستلم الكره ودخل في العمق بالسبرنت اللي عمله، وتحرك هايل جدا، تحرك واحد كمان عنده نضج ما كانش بيعمله خالص، ما كانش بيعمله خالص التحرك ده. ده كمان بص، ده كمان بص، ده كمان يا استاذ، ده كمان ده كمان تحرك رائع جدا جدا. طبعا تحرك رائع ورؤيه حلوه جدا و باص رائع جدا الحقيقه. عاجبني هدوء حسين الشحات النهارده، وليد سليمان لما نيجي نتكلم عليه طبعا هنعرف رائع. لكن انا بكلمك دلوقتي في رمضان صبحي، النهارده رمضان اصبح من وجهه نظري لعيب ناضج جدا جدا جدا. هو كواليتي عاليه جدا، ولكن كونه النهارده يقدر يستغل امكانياته، في لعيب بيبقى عنده امكانيات عاليه جدا يا اسلام مظبوط، وبيستغل نصها فقط لا غير. النهارده في المباراه بتاعت النهارده دي والمباراه اللي فاتت برضو، لا رمضان صبحي اصبح يعني بيستخدم كل امكانياته، امكانياته الهجوميه المهاريه، بيعمل اسيست، بيجيب جوال. النهارده اللعيب بقى اكتف جدا على الجول، ودي مهاره تحسب للمدير الفني يا اسلام. هي موجوده اكيد عند اللعيب والامكانيات موجوده، ولكن كيفيه توظيف الامكانيات دي النهارده شفنا رمضان صبحي بيتوظف بشكل رائع جدا 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 جدا. التحركات يا جماعه اللي بيعملها جونيور اجاي، ان هو يفضل المساحات دي لرمضان صبحي، دي تحركات لعيب واعي عنده قدرات وامكانيات كبيره جدا. انا بتكلم بس انا يعني ناخدهم واحده واحده تمام، عشان يعني ندي كل واحد حقه. هيبص حتى تحركات هم كتير صحيح. هم كتير ما شاء الله، مش رائع جدا يا مش واحد. التحرك كمان بتاع جونيور اجاي في الهدف الاول انه يستلم ويلعب الكره بالعرض ويروح رمضان صبحي من وراه، ده تحرك فيه شغل طبعا، فيه شغل كمان، فيه فكر ما بين اللعيبه وبعضها. بيفكرك بهدف سموحه مثلا رائع. بالظبط هدف سموحه نفس الاسيست، هو هدف واحد يا كابتن كان في سموحه تقريبا. هدف واحد هو الهدف، يعني اللي هو مروان الاولاني انا قلت الماهر كده برضه. بص يا اسلام حاجه رائعه جدا، يعني لم الناس كلها عليه بص ودخل جوه بيفضي ونفس اللعبه تقريبا. بص عشان كده احنا قلنا قبل المباراه ايه، انك لما التحرك من على الاطراف ومهمه حسين الشحات ورمضان صبحي، هم دول اللي هيخلقوا الفرص. النهارده جونيور اجاي مرقب باثنين لعيبه، لما بينزل تحت ويوم بدور رقم 10 اللعيب البلاي ميكر بيفضي المساحه دي وعملها مرتين، مره في الهدف الاول ومره برده في الهدف الثاني اللي اتحرك فيه رمضان صبحي. فالنهارده تحركات جونيور اجاي العرضيه رائعه جدا 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 يا استاذ. النهارده برده حسين الشحات الحقيقه نموذج للعيب الرائع. النهارده ابتدى يخش فورمته عاليه قوي مع النادي الاهلي، ابتدى ينسجم، ابتدى يشيل كل الضغوطات اللي كانت عليه، تحرر من كل الضغوط اللي كانت موجوده عليه. النهارده الهدف الثالث بيسجل او الثاني الثاني اعتقد بيسجله بشكل رائع جدا، تحركاته مع رمضان صبحي والربط ده هدف رائع. طبعا تحرك في العمق وده اللي محتاجينه. خد بالك يا اسلام، طالما بتلعب بشادو سترايكر يبقى لازم الاثنين اللي على الطرف هم دول اللي بيسجلوا الاهداف، زي ما بنشوف ليفربول كده صلاح بيسجل، ماني بيسجل، ممكن فيرمينو ما يسجلش. النهارده الدور اللي بيعمله جونيور اجاي هو الدور بتاع فيرمينو بالظبط، انك بتنزل بتعمل الاسيست، بتخلق المساحه وبيجيب طبعا. جونيور اجاي في الزمالك بيسجل هدفين، لكن عايز اقول لك انه بالتحركات دي بيقدر يخلق المساحات للعيبه اللي جايه، للعيبه بتاعه اطراف الملعب اللي هم حسين الشحات ورمضان صبحي، بيستغلوا كل حاجه. شابوه طبعا النهارده لحمدي فتحي والسوليه، الضغط المستمر في نص ملعب الانتاج الحربي اللي بيخليهم يفقدوا الكوره من ثلث ملعبهم ونص ملعبهم يا كابتن، النهارده مخلي دايما النادي الاهلي في ال 18 بتاعت الانتاج الحربي. عشان كده الشوط الثاني يا اسلام، ودي حاجه ما كناش بنشوفها الثلاث اربع مرات اللي فاتوا،
كنا بنشوف ضعف اللياقه البدنيه بتاعه لعيبه النادي الاهلي الشوط الثاني لانه كان بيشتغل في الملعب كله. النهارده انت بتضغط من نص ملعب الخصم، ما عندكش مساحه كبيره بتشتغل فيها، عندك مساحه صغيره. لعيبه السوليه وحمدي فتحي بيضغطوا على اللعيبه من ثلث ملعبهم، فبالتالي انت بتجيب الاثنين الاثنين السنتر باكس بتوعك والاثنين طرفين الملعب وتخليهم يضغطوا معاك، عشان ولما بتقطع الكره من من من, من نص ملعب الخصم تبقى عندك فرصه قليله ومساحه صغيره بتتحرك فيها وبتقدر تخلق الفرص بسرعه اكتر بكتير جدا لما تتحرك في مساحه كبيره. النهارده لعيبه الاهلي مش عارفين الاهلي بيلعب بأي طريقه. ايوه 4 3 3 ولا 4 4 2 ولا 4 2 3 1 صح ولا طبعا. طبعا تحرر تحرر بشكل هاني برضو كبير. يعني عارف انت بتتفرج النهارده على كره في كره اوروبيه، ما بتتفرجش على كره في الدوري المصري. يعني الاهلي النهارده بيقدم نموذج للكره الاوروبيه اسلامي، كيفيه التحرك بين كره، كيفيه الربط ما بين نص ملعب والسنتر باكس والخط الامامي الفورورد. النهارده لعيبه كمان الاثنين الباكين بتوعك مستوى عالي قوي يا كابتن، سواء اذا كان محمد هاني او علي معلول مستوى عالي في التغطيه العكسيه كمان. انت بتلعب ضد فرق اسلام بتمتاز جدا بالسرعات والانطلاقات، ومع ذلك النهارده ما فيش شبه انفراد على لعيبه النادي الاهلي، مع انك بتلعب فرقه تمتلك سرعات كبيره جدا جدا. فالتمركز الجيد من محمد هاني وعلي معلول في الكرات العكسيه كان رائع بشكل كبير جدا النهارده. الاثنين السنتر باكس بتوع النادي الاهلي ايمن اشرف، الكرات الضغط على الخصم انك ما تديش مساحه. دايما مشكله الفرق اللي بتهاجم هي عدم التركيز وانت معاك الكوره يا كابتن، ان هم مش مركزين وانت معاك الكوره، بتبقى هي دي المشكله بتاعتهم، ان الهجمات المرتده بتبقى خطر. لكن النهارده التركيز بتاع رامي ربيع، التركيز بتاع ايمن اشرف النهارده في المان تو مان او حتى التغطيه كان رائع جدا جدا. مفيش مساحه النهارده للاعيبه الانتاج الحربي ان هم يتحركوا فيها. فشافوه طبعا لفايلر النهارده في لقطه اسلام، الجهاز بيحيي بعضه، الفرحه اللي بره واضحه قوي على الفرحه اللي جوه. الفرحه اللي بره نتيجه الشغل والعمل من خلال شهر، فالنهارده بيحسوا جون الرابع فاربع مباريات خمس مباريات مع اربع اهداف متنوعه بهذا الشكل، فاكيد الفرحه اللي بره للجهاز الفني على ان العمل اللي بيعملوه خلال شهر بدا ثماره يبان في اداء النادي الاهلي النهارده. يعني كابتن اتكلموا على التحرر اللي كان موجود عليه لعيبه النادي الاهلي، الخفيه في الحركه اسلام، التسليم والتسلم، الجمل التكتيكيه اللي بتتعمل من تحت، الربط اللي بين الباك والجناح، الربط اللي بين معلول ورمضان، بقى فيه احترافيه بشكل كبير جدا. هي دايما لقطه يعني. بقى فيه سرعه، يعني فرحه الجهاز بالعمل اللي بيعملوه خلال شهر ونتاجه اللي ظهر خلال الاربع خمس مباريات اللي فاتوا. ده فرحه كبيره جدا من الجهاز واللاعبين في نفس الوقت انعكس عليهم. الماتش اللي فات فيه هدف بعد 39 نقله. بالظبط النهارده الهدف الرابع 30 نقله. النهارده الهدف الرابع اكتر من 20 نقله. 18 تقريبا. بالظبط. وغير كده كمان اسلام، انك انت دلوقتي بقى عندك ضغط في نص ملعب الخصم باستحواذ، وبعدين عدد الباصات. يعني احنا كنا السنه اللي فاتت يمكن نلاقي يا بلال في نص ملعب الخصم تلاقي باص واثنين وثلاثه وحال مقطوعه. النهارده ما شاء الله بقى في دقه واستلام وتسلم، وبعدين عدم فقد الكوره، وبعدين المناورات اللي بيعملوها لعيبه النادي الاهلي عشان تبان الثغره اللي يقدروا يستغلوها في حته احراز الاهداف. فالنهارده ما شاء الله بقى ده في وعي بين الجهاز الفني وبين اللاعبين، وده اللي بيشجع ان الراجل انه يستمر وان هو يزود. يعني انت النهارده اللعيبه بتخلي الراجل يبدا النماذج من الاهداف المتنوعه اللي بالشكل ده تخلي الراجل يبدا في التكتيك، هو كمان يبدا يضيف، يبدا لما يلاقي جمله من ضمن الاهداف جايه بهذا الشكل هو بيكتبها في الملحوظه بتاعته وبيبدا ياكد في الوحدات التدريبيه عليها. يعني النهارده شفنا العمق ازاي 1 2 3 وبعدين الباص بالتحرك في مساحه، صبحي ضرب كل المدافعين باستلام بهدف. يعني من ضمن الاهداف الجميله اللي هنشرح احنا الاربع اهداف كلهم على الشاشه لما يجي وقتها. فالعمل يا كابتن اسلام واضح قوي، العمل واضح قوي بامانه للجهاز الفني، انعكس على اللاعبين حاسين ان الراجل ده فعلا حاطط ايده على الجديد، ان الراجل ده جاي ما بيهزرش، الراجل ده جاي فعلا باللعيبه ديت عايز يعمل اهداف، واهداف باينه قوي من بدايتها ان احنا عندنا دوري وعندنا كاس وعندنا سوبر وعندنا افريقيا. فان شاء الله باذن الله ببدايه الستارت ده يطمئن جمهور الاهلي ويطمئن مجلس اداره ويطمئن اللاعبين ان اللعيبه دي في ايدين امينه، هم كمان هيساعدوا بالمرونه التكتيكيه وبالوعي والذكاء اللي موجود عليها لعيبه النادي الاهلي، هيساعدوا الجهاز ده ان شاء الله نقدر نعمل حاجه تعجب كل الناس ان شاء الله. كابتن شريف، ايه اللي عجبك في ماتش النهارده؟ كل حاجه.
مش قوي كده عشان باكج. لا والله اللي عجبني الصده بتاعت الشناوي قوي طبعا. الهدوء بتاع علي معلول واللي وصل له ده بيرقص ويقف ويشوف العرضيه امتى في التايمنج المظبوط، عملها اكتر من مره يعني. رمضان يديها له فيروح مرجعها رمضان بالاسم يعني يحطها له هو تاني، فرمضان يرقص واحده تاني يمكن الباص ضاعت. اه ضيع اتنين كانوا واحده جت في العارضه كمان يعني. شايف لعيبه بتتحرك كمان في الملعب، شايف لعيبه بتضغط، شايف ايه الحاله البدنيه بتاعتهم الحقيقه. الحاله البدنيه كمان مساعداهم قوي يعني. الراجل بيقطع الكوره وزي ما انت بتقول بلال بيقول لك سرعات جامده جدا في الانتاج. هم بيجروا بيقطعوا الكوره، حمدي فتحي رمضان بيرجع معاه تاني، اجايب يرجع اللي احنا قلنا حائط الصد الاولاني بيبقى هو المهاجم عندهم. تحس كده هم، انا لو كوتش بلعبهم او اي حاجه مش عارف امسكهم، مش عارف اقول فلان امسك مع فلان، لانه بيتحرك لجوه بيتحرك لبره. اللعيبه كلها بتتمنى ان كل ما الكوره تجيله يلاقي اللاعب تيشيرت احمر فيديله فيعمل التحرك الثاني. ففي امتيازات وحاجات كتيره قوي. الراجل حتى قال لك وانا بتفرج على الماتش لقيت الكوره مالت ناحيه الشمال. هو مش احنا مش مدين تعليمات بكده، انما هم اللي حصل ان الكره لما ماشيه في الاتجاه ده ناحيه مشيت هناك، وبعد كده تبص تلاقي الكره بتتلعب لرمضان صبحي يقطع من ناحيه الشمال او من النص لغايه ناحيه اليمين ويعمل عرضيه لحسين الشحات. الكره دي لها دور كبير جدا برده يا كابتن شريف. طبعا بص بقول لك رصاده رائعه يعني، غيرت نتيجه المباراه. هجمتين شريف، هجمتين كان ممكن يأثروا، دي غيرت المباراه. والراجل اشار ليها كمان ان هي كانت ممكن نروح في حته ثانيه بتاع الشناوي. انما الفرقه اللي بتلعب الباس باس 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 وبترهق الخصم نفسيا كده وما تخلوش عارف يفكر ازاي او يهجم منين، وكمان اللعيبه كلها ما شاء الله واقفه على حيلها يعني، وعندها ثقه في حتى اللاعب اللي بينزل البديل، بديل نازل عارف ان هو ليه مهمه معينه، فيثمر عن هدف لوليد سليمان، يثمر عن اشتراك ازارو انه يخش في وسط المنظومه دي بقى ويترجم نفسه مع الاداء الجيد معاهم. فكل دي مكاسب بالنسبه لنا. الحمد لله. انت لما بتسالني ايه اللي عجبك مش قادر اقول لك، مفيش حاجه ما عجبتنيش الحقيقه، كله ماشي زي الفل. وحتى التغييرات فيها عقلانيه كتيره جدا، راجل واخد انذار حافظ عليه ما خلوهوش يتحط تحت ضغط اكتر ما من كورتين ثلاثه كان ممكن حكم يترجم الحاجه دي حاله طرد. فاليوم يوم حلو واداء يعني دي مسؤوليه كبيره برضو بقت على الفرقه وعلى اللعيبه الحقيقه وعلى الجهاز الفني، ان الناس مش هتقبل اقل من كده خلاص. عارف كابتن، يمكن الحاجه برضو اللي عجبتني جدا النهارده في اداء الاهلي يا استاذ، اتفضل، الجماعيه في الاداء. يعني ترجمه المهارات الفنيه اللي موجوده عند اللعيبه لجماعيه في الاداء. النهارده اللعب اه فيه فرديات لكن فرديه لصالح الجماعيه بتاعت الفرقه سهوله. النهارده بتلعب يعني النهارده حلوه دي، فرديه لصالح الجماعيه، لصالح الجماعيه بتاعت الفريق. النهارده مثلا علي معلول اه عنده فنيات كتيره جدا وعنده فرديات، لكن في الاخر بيترجمها بباص، بثرو باص، بكروس. رمضان صبحي نفس الموضوع، بيرقص واحد واثنين وثلاثه وفي الاخر بيشوف مين الفاضي. يا كابتن يعني ما فيش النهارده انانيه، يعني ما فيش اللعيب النهارده اللي بيفكر في نفسه فقط لا غير، مش موجود النهارده عند لعيبه النادي الاهلي اسلام. يعني النهارده مثلا حسين الشحات لا، واحده ممكن يشوط، يعني اي حد فاضي حسين الشحات ممكن يشوط الهدف اللي عمله الوليد سليمان الاولى والثانيه، لكن هو شاف وليد سليمان قريب فبالتالي اداله الباص لانه جات له واحده قبليها من رمضان صبحي اللي هو سجل منها هدف. فالنهارده ترجمه الفنيات بتاعه اللعيبه وترجمه الفرديات بتاعه لعيبه النادي الاهلي لصالح الجماعيه او لصالح الفريق، دي حاجه النهارده رائعه جدا يا اسلام. التحركات النهارده نفسها، التحركات اللعيبه كلها تحركات جماعيه، ما بتحسش ان في تحرك فردي، ما فيش لعيب يعني بيعمل هجمه عن طريقه لوحده، ما فيش لعيب بيخترق الصفوف ويشتغل لوحده يا اسلام. لا، كل اللعيبه بالظبط، كل اللعيبه بتتحرك مع بعضها. من ناحيه اليمين محمد هاني ومع الشحات، ومن ناحيه الشمال معاه في رمضان صبحي ومعاهم علي معلول، والاثنين اللي بيعملوا التغطيه والمسانده الاثنين حمدي فتحي والسوليه النهارده الحقيقه النهارده نموذج للدور الرائع للاثنين الميدفيلدرز النهارده، نموذج الحقيقه النهارده بيعملوا التغطيه بيكمل بيساند. يعني دايما النهارده شايفين لعيبه الاهلي يا اسلام كتير جدا مثلثات، مفيش التحرك الثنائي ده النهارده مش شفناهوش. النهارده يمكن ناحيه اليمين زي ما قلنا محمد هاني وحسين الشحات مع عمرو السوليه، الناحيه الثانيه حمدي فتحي بيساند علي معلول ورمضان صبحي، قفشه دايما تحت الثلاثه اللي موجودين قدامها وتحت الاثنين اللي موجودين قدام تحت المرمى. فالنهارده لا، الاداء النهارده جماعي والتحركات الحقيقه تحركات متميزه جدا، تحركات كلها جماعيه، الاهلي بيتحرك كوحده واحده النهارده في الملعب. مفيش الملعب مش مفتوح على لعيبه النادي الاهلي، الضغط حتى كمان في الضغط مفيش لعيب بيضغط لوحده يا كابتن النهارده ما شفناهاش. النهارده في اثنين ثلاثه دايما بيضغطوا يا اسلام، مفيش لعيب بيضغط لوحده، مفيش لعيب بيستنفذ الطاقه لوحده. في بعض الاحيان يا كابتن بنشوف لعيبه يا اسلام، ودي في الكوره احنا شفناها، بيضغط للشو يعني عايز بيبين السبيريت بتاعته، انا بضغط وبعمل اللي عليا. النهارده مش موجوده، النهارده لعيبه الاهلي
بتتحرك حتى في الضغط كوحده واحده ككتله واحده، الثلاثي الرباعي اللي موجود في الخط الامامي او الثلاثي اللي موجود في خط النص بما فيهم قفشه طبعا لما بينزل يعمل يساند في العمليه الدفاعيه. فلعيبه النادي الاهلي النهارده الحقيقه مقدمين كره نموذجيه في الشوط الاول، طبعا الشوط الثاني فتحت المساحات اكيد قدرنا نستغل الهجمات، ودي حاجه برده تحسب برده للعيبه وتحسب للثقه اللي بقى اصبحت موجوده عندهم. تمام كابتن ماهر، خلينا بقى لو الاهداف جاهزه برده نعملها واحد واحد، تشرح لنا برده هدف المباراه الاول رمضان صبحي، نشرحه بقى بالتفصيل من الناحيه الفنيه كيف استطاع النادي الاهلي احراز هدفه الاول زي ما حضرتك هاته بقى من الاوت الاول يا سيد. يعني واضح من كلامنا كده ان المسانده والمساعده للعبة النادي الاهلي النهارده كانت هي سمه اللقاء والاداء بهذا الشكل، فاجايه وبعدين قفشه وبعدين رمضان صبحي اللي احنا اتكلمنا ان هو اتحرر بشكل كبير جدا في حته العمق، يعني بقى له مباراه مباراتين بيهرب وبيضرب دفاعات بوجوده كراس حربه، يعني النهارده جاي نزل عمل خلق مساحه في المكان الفاضي اللي جري فيه رمضان صبحي، جاي نزل وبعدين سلم لقفشه ادي باص الثاني، وبعدين التحرك الجميل في سكه الجول لرمضان صبحي، قفشه كمان برؤيه جميله جدا قدر يحط له باص ببطن القدم على رجله، استلم بشكل كبير في سكه الجول. الاستلام يا اسلام هو اللي ساعد رمضان صبحي في احراز الهدف، الاستلام اللي في سكه الجول هو اللي ساعد رمضان صبحي في سكه الهدف، وده دي جمله من ضمن الجمل اللي بيعلمها المدير الفني للاعبين في ازاي انك انت تضرب التكتل الدفاعي من العمق عن طريق خلق المساحه اللي بالشكل ده او عن طريق الدبل باص. فالنهارده دي جمله من ضمن الجمل تحسب لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني متكرره بشكل كبير، وقلنا يمكن في مباراه سموحه اتكررت بشكل كبير جدا لرمضان صبحي اللي انا بعتبره النهارده من امهر اللعيبه او من اميز اللعيبه اللي كانوا موجودين خلال 90 دقيقه. بلال برضو انا بس عايز اسالك في النقطه دي، لان انا وجهه نظري ان اجاي هو يستحق الحقيقه طبعا مجدي قفشه بعد كده ورمضان صبحي، لكن اجاي وواحد من افضل اللاعبين اللي بيقدر يقف على الكوره ويلعب الباس بهذا الشكل وبهذا بهذه الجوده اعتقد شيء رائع. طبعا يعني لو من الاول لو تقدر ترجع لنا سنه بس قبل يعني ما الكره تيجي لاجاييه، الهدف ده هو جاي في يعني بنسبه 80% يا اسلام، الاستلام تحت ضغط، التخلص اتنين. بص النهارده اثنين، ما انا بقول لك بص الاثنين عليه، استلام تحت ضغط، كره اصلا يعني كره اوت، يعني الكره مش جايله في حته سهله، يعني استلام تحت ضغط بشكل كويس قوي، قدر ان هو يستخلص لنفسه مساحه الباص، ودي حاجه مهمه جدا يا اسلام. بص هو استلم تحت ضغط هنا اثنين معاه، بص الزقه دي اسلم عشان يحط نفسه مساحه للباص، حط الكره قدامه، والحقيقه ورؤيه رائعه جدا جدا وباص هادي جدا 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 رائع جدا جدا يا اسلام، ودي يمكن حاجه كانوا بيعلموها لنا كباتن زمان يا اسلام لو تفتكر، انك عشان تضرب فرقه متكتله التحرك اللي من غير كور. التحرك السريع اللي من غير كور، النهارده التحرك من غير كور، تحرك رمضان صبحي، نزول اجاييه، قفشه موجود في نص ملعب، تحرك تاني بتاع رمضان، الحقيقه نموذج للهدف اللي فيه تكتيك عاليه يا اسلام قوي بصراحه. استلام رمضان صبحي كمان كان رائع جدا جدا جدا، يا دوب حط الكره قدامه متر اطول، اكتر من كده تضيع الكوره، اقل من كده برضه تضيع الكوره. وبعدين توزيعهم كمان يا بلال، توزيعهم على المساحه توزيع منسق بشكل كبير جدا، يعني توزيع قفشه مع اجاييه مع خلق المساحه مع تحرك رمضان صبحي في ظهر مدافع الانتاج، واضح قوي ان في يعني حاجه فيها وعي تكتيكي من لعيبه النادي الاهلي. الخطوه صراحه يعني طبعا يا كابتن مالك الخطوه ارجع سنه كمان كمان الكره الانتشار يا اسلام، لا الانتشار بتاع لا كابتن انا برضو رمضان صبحي مش كده على الاوفسايد طبعا. بص يا كابتن الخطوه اللي خدها لورا، برافو عليك، واحده واحده خليك بس واحده واحده سمير، كره معايا مجدي قفشه، بص بقى بس هي دي، بص يا بلال هي دي يا كابتن شيرين، الخطوه دي طلع من الاوفسايد بسرعه، حط نفسه طبعا اون سايد مش اوفسايد بالظبط. فبرضو ده زي ما انت قلت يا بلال وزي ما الكابتن ماهر قال ان هو نضوج كبير جدا لرمضان صبحي، هو بيلعب واخد مسؤوليه المباراه، واخد مسؤوليه ان هو يؤدي احسن اداء، مسؤوليه انه يروح يحرز اهداف كل حاجه. لا انا عجبتني جدا، انا لسه شايفها اصلا. لا حلو قوي تحرك يدرس يا اسلام، يعني انت وانت بتلعب معاه حاسس ان هو الراجل عامل لك حاله، انا الماتش عندي مالكوش دعوه، بس يلا من هنا تبان اكتر يا اسلام. بص يعني عيدة لو عيدة ثانيه يا سمير من ورا كده من الحته اللي ورا هتبان اكتر، لا مش من هنا يا سمير، الناحيه الثانيه اللي قبليها على طول. انت كمان لو جبتها من الاول هتلاقيه هو اللي ابتدى بالظبط، يعني هو اللي عامل، حللناها من كذا زاويه ازاي؟
انا عايز بس اشوف الخطوه بتاعته اللي حرك خلق المساحه دخل جوه قطع جوه من السكه من هنا اهي. بص استنى بص يا عم سيبها سيبها يا حاج سمير هنا بقى قطع لجوه ايوه هنا ايوه دي هي دي بص هي دي هي دي هي دي الهدف الميلانه هايل 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 بصراحه يعني برضه لقطه رائعه هاتها كمان ارجع سنه بص رمضان جري اي واحد تاني هيجري ايه ستريت على طول ستريت زي ما هو لا هو جري لجوه شاف ان هو اوف سايد هنا الكره لسه مع اجاي راحت لمجدي قفشه عشان يلعبها له بس هي دي اللعبه هي دي هدف المباراه اجاي ومجدي ودي اقرب سكه للجول يا اسلام كان ممكن يلعبها على الطرف بره لكن دي اقرب سكه للجول قدر قدر ان هو كمان عدلت رمضان صبحي يعني بسكه الجول يعني واخد بالك عادل جسمه ما استلمش بظهره بلال يعني مستلم بجنب يعني حط له في السكه اللي هو عايز فيها الكوره مكرر نفسه النقطه كمان مهمه كمان يا اسلام ان دوافع لعيبه النادي الاهلي النهارده يا بلال شريف باينه قوي يعني في دوافع للفوز بشكل كبير جدا دوافع لاداء مباراه على اعلى مستوى فالنهارده بصراحه يعني مباراه من المباريات اللي تحسب للنادي الاهلي مضمونها البدني والتكتيكي والمهاري بشكل كبير قوي. طيب خلينا نروح للهدف الثاني يا كابتن شريف وحضرتك برضو تشرحه لنا من الناحيه الفنيه. شوف بص نفس القطعه اللي قطعها بنفس الشكل بنفس الطريقه بنفس الرؤيه اللي اتلعبت له بنفس الهدوء بنفس الاستلام ورؤيه الملعب كله وكانه بيحط بينالتي ببطن رجله. فطبعا انت لما بتبقى كسبان 1-0 وبعدين بتجيب هدف تاني او انت رايح غير انك انت تبقى ده الهدف الاولاني ممكن كان يبقى فيه شويه صربعه فيه شويه سرعه فيه ممكن كان يحاول بعد ما رقص حارس المرمى ان هو يروح حاططها على طول دايركت انما هو حس برده بظهره ان في ثلاث لعيبه الناحيه الثانيه وان في سبورت جاي له من الناحيه الثانيه اللي هو ادي اجاييه وبينقي الافضل وبينقي المكان الاحسن اللي هو يقدر يصوب فيه ويجيب الهدف وتاكيد الاستمراريه في الاحتفاظ بالثلاث نقاط وانت عارف النادي الاهلي لما بيجيب جول او اثنين خلاص الاداء كله بيبقى باس 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 تمرير تمرير ثقه ثقه حتى اللعيبه بقى عندها نفسيه انها تتحرك بارتياحيه حتى الجهاز الفني من بره جول زي ده يخليه يقدر يغير دماغه عايز يخليه يعمل اي تاكتكس يخليه يبص البلان للماتش اللي بعده كمان ان انا لما اجيب جولين واجيب ثلاثه خلاص انا بفكر دلوقتي المرحله دي خلصت خلاص بس انا لو منه هشوطها في الجول لسه كنت هقول لك لو رمضان صبحي زمان من لو كان واحد لو 0-0 كان شاطها في الجول يعني عايز اقول لك اسلام برضك استريح عليها قوي يا شريف ان اللي موجود في مكان تسعه رمضان صبحي يعني دي برضك من ضمن الحاجات هو راس حربه يعني راس حربه يعني من ضمن الحاجات اللي حصل فيها تطوير لرمضان صبحي النهارده شفناه في الهدف الاولاني شفناه في الهدف الثاني الباص بتاع حمدي فتحي اللي في العمق اللي ورا خط ظهر دفاع الانتاج كان باص متقن بشكل كبير جدا اختراق الفردي بتاع حسين الشحات اختراق 3 4 جوه ما كناش بنشوفها قبل كده وبعدين اسلام وصول وصول للخط 18 وبعدين برجع الكوره للي جاي من تحت الاضمن يعني النهارده كمان يمكن بيتسجل حسين الشحات الهدف اكنه ضربه جزاء بيحطها ببطن رجله بشكل هدوء مميز فطبعا جمله من ضمن الجمل المركبه اللي موجوده في العمق اللي برضك لعيبه النادي الاهلي بدات تاخد منها بشكل كبير. تمام شريف عبد المنعم بقى كابتن بتاع الحاجات دي. انت خدت السؤال خلاص بقى اعمل لك الراجل بيسالني انت خدت الجول الثاني خدت الجول الاول والثاني دايما يا كابتن مار دايما كده في النصر خد الثالث انا دايما يا جماعه في الحاجات دي النصر مفيش دعوه كابتن كبار دايما في النصر كده عايزك انت تتالق وتدينا الحاجات الحلوه بتاعتك دي. ده طيب ما شاء الله الكرة على الارض ماشي كابتن يعني. شريف ماشي لا كابتن بلال بقى خلاص لا خد كابتن شريف خد يلا كابتن شريف شوف الجمال بقى علي معلول والتشيب والباص والتحرك خلاص بقى اتفتحت الثقه في الملعب اللعيبه من اولها من اول كادر عندك يا سمير هي بتلعب الكوره في الحته الفاضيه كمان يعني انت بالك ماشي وبعدين الفرقه اللي قدامهم خلاص نفسيا خلاص اشرح لنا الهدف يا كابتن شريف بعد اذنك ما هو الباص والتحرك في الحته الفاضيه واللاعب خد مكانه وبعد كده السبورت بقى اللي شفناه 50 مره من النادي الاهلي وده الثنائيات اللي احنا 49 بس يا كابتن مش 50 63 ما شاء الله بقت حتى انت حافظها ان اللحظه اللي بيمسك فيها رمضان الكوره الناحيه التانيه بيجي له على طول علي معلول خلاص السرعات اللي هم بيأدوا بيها يا كابتن صعب على اي حد انه يقدر يوقفها او ان هو يغطيها طبعًا. طبعًا. هو يعني
وهنا بقى الهسه اللي بيقف عليها دايما وبيستنى وياخد احسن بوزيشن فين والكره تبقى حتى وهي رايحه جايه يا دوب بيحط بطن رجله. عارف مش عارف يا كابتن اللي عجبني اكتر في الجول ده هو التغيير الاتجاه بتاع أجي. صح الحقيقه يعني هو ده الجول من وجهه نظري، يعني هو اللي بيعمله علي اللي عمله رمضان صبحي وعلي معلول ده احنا اعتدنا عليه خالص. الفكر بص جاب بص التحرك بتاع اجايا راح كده وخد ثواني. عارف انت الفنتات اللي بتمر عليها في التدريب ازاي يعني تعمل فنت كده عشان برنت صغير صح تعمل اللي هو التريكه الصغيره دي. الحقيقه تحرك رائع جدا يعني يا دوبك بتحط على بطن رجله لعيب عنده فكر وعنده مهاره. ده هدف برضك يا بلال من جمله تكتيكيه من على الاطراف. ايوه احنا بنسميها في الشغل الاوفرلاب، ازاي اعمل خلق مساحه وراء دفاع الانتاج الحربي من خلال الربط اللي بين علي معلول ورمضان صبحي. ودي جمله من ضمن الجمل اللي بيتعلموا عليها في التدريب وبيشتغلوها بشكل جيد. اول شوط كانت ثلاث مرات اتعملت نفس العلاقه وكانت هتبقى اجوال كابتن رمضان هيجيبهم اجوال كلهم الثلاثه واحد عملهم لحسين بالظبط واثنين كانوا رمضان صبحي. وبعدين الربط بتاع اجيل اللي الكباتن اتكلموا عليه التحرك وبعدين رجع تاني وخد الوضع المناسب بالنسبه له وبقى يعني يختار يلعب لمين. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي فيها المساعده والمسانده بشكل جيد للاعيبه النادي اللي داخل ال 18 فرقه شكل تاني الحقيقه بقى لها ما شاء الله اربع خمس ماتشات حاجه. طيب خلينا نروح للرابع. الرابع اللي انت عايز تعمله لنا بالعافيه ده سمير اتفضل يا سمير. كابتن بلال ادي واحد اثنين عد بقى ثلاثة بقى كابتن عدوا بقى يا جماعه يلا اتفضلوا يلا اتفضل يا بلال ده ثلاثة كده ده حمدي فتحي ده مش كده صح؟ أربعة الاستلام بص الربط اللي احنا بنتكلم فيه اللي اتكلمنا عليه ربط الاثنين الموجودين الاثنين الميد فيلدرز بتوع النادي الاهلي والربط ما بين الديفنس واللعيبه اللي في الحته الهجوميه التحركات كلها رائعه. بص باصص انت خلاص يا كابتن الهدف ده انت عندك ثقه كبيره جدا 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 بتباصي وانت قلت عاده النادي الاهلي يعني لما بيبقى كسبان اثنين بيعمل شو حلو قوي في الملعب شو يمتعك يعني كلها باصات ولمسات كلها وان تاتش تو تاتش حاجه رائعه جدا 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 اهو ده دي الحته اللي انا قلت لك عليها استنى طبيعي اشوط خلاص فاهم قصدي؟ يعني طبيعي لما عملت كده في البعيد على طول بس ده هو هنا عايز يدي ثقه اكتر لوليد سليمان برافو عليك لوليد سليمان برافو عليك طبعا ده ما هو ده عشان كده الفريق بيكسب عشان كده الفريق واضحه جدا جدا عشان كده الدنيا شغاله عشان كده الدنيا ان شاء الله ان شاء الله هتفضل ماشيه ان الكل خايف على زميله وخايف صح. على ان صح. حتى لو زميله عنده شويه ان هو ما لعبش مثلا لا طب خد هات جون بقى صح حاجه جميله يعني طبعا دي مقارنه ما بين هدفي لقاء كانو سبورت ولقاء الانتاج الحربي هنا 30 او 29 نقله وهدف لصلاح محسن وهنا حوالي 20 نقله او 18 نقله وهدف لوليد سليمان منتهى الهدوء منتهى التركيز منتهى الثقه بالنفس وحاجه جميله جدا النهارده احنا تخلينا نبقى مبسوطين الحقيقه النهارده ان احنا النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم واثق الخطى يمشي مش هقول اكتر من كده ان شاء الله الباقي يبقى على اخر الموسم ربنا يكملها على خير والامور تفضل بهذا الشكل طوال الفتره القادمه. مره ثانيه هو سمير اصله حابب قوي الجون ده كل شويه يجيب جون انت فاهم جون في تحركات كتيره وفي وعي ركبه على الجون بتاع كان سبورت وفي شغل تكتيك عالي قوي يا اسلام في ربط يبص لعيبه النادي الاهلي اسلام بص يعني اقف يا سمير كده بعد اذنك بص يا اسلام دايما ثلاثه عند الكوره دايما المثلثات اللي احنا اتكلمنا عليها ما تلاقيش في اي مكان من الاماكن كده طبعا الا وتلاقي فيه ثلاثي على طول من لعيبه النادي الاهلي اثنين مع الكوره واحد بيعمل السبورت من الميد فيلدرز الموجودين حتى الكوره لما تتنقل الناحيه الثانيه برده هتشوف نفس الموضوع يعني لما خرج من الكادر علي معلول بقوا ثلاثه برده نفس الحته يا اسلام هم الثلاثيات المثلث ده اللي بيدي يعني ده اللي بيخليك تستحوذ بشكل كويس او ثلاثه برده في الحته دي واحد اثنين ثلاثه نفس الموضوع هي دي كره القدم الحقيقيه ثلاثي برده الناحيه دي بص اسلام في كل مكان واحمد كوره حقيقيه شماله عملها 10 على 10 حاجه بصراحه رائعه جدا جدا تحرك رائع جدا جدا الاثنين تحرك وليد ازارو حلو قوي فضل مساحه لوليد سليمان عشان يبقى هو موجود على نقطه البنالتي وليد برده بكل طبعا ثقه وكل خبره حط الكوره بشكل رائع جدا جدا يعني كل ماتش وده من اصعب الاجوال برضك يا اسلام لانه في نص ملعب الخصم نص ملعب الانتاج انك انت عندك عدد النقلات اللي احنا محرومين منها من زمان عدد النقلات اللي فيها احنا اتكلمنا على 25 نقله وبعدين بتنتهي بهدف فده اكيد برضك نتيجه ان اللعيبه مركزه بشكل كبير جدا لحد ما تبان ثغره لما بان الثغره قدر حسين الشحات اسيست لوليد اللي مواصلا بشكل كبير جدا زي ضربه الجزاء يعني
يعني عملها ببطن رجله كده سهله زي الهدف في منتهى السهوله يعني. الحقيقه انا النهارده فريق النادي الاهلي بيفكرني بحاجتين، ويمكن بلال برضو يبقى. اولا موضوع ان حارس المرمى دائما في النادي الاهلي باستثناء فترات معينه، لكن في الغالب دائما حارس المرمى بيكون هو نجم اي ماتش على الرغم من قله الفرص اللي بتجيله. ليه؟ لانه وانا افتكرها ايام لما كنا احنا موجودين كان عصام الحضري كان بيجيله كورتين او ثلاثه بس اجوان، صح؟ فكان عصام بيشيلهم. النهارده الشناوي نفس الكلام تقريبا، بيفكرنا بايام جميله سابقه. طبعا ايامكم طبعا كانت احلى بكتير، لكن انا اقصد ان يعني الحاجات اللي احنا شفناها يعني او قدرنا او كنا موجودين فيها. ونفس الموضوع برضو يا بلال، المثلثات يعني كان معروف مين، بركات وابو تريكه وتحتهم حسام عاشور، الناحيه الثانيه فلان وفلان وفلان، يعني تقريبا حاجه قريبه من اللي كنا بنشوفه في الفتره دي. فحاجتين الحقيقه لافتين نظري جدا، اللي هو زي ما قلت لك كده ان حارس المرمى هو بالفعل نص الفريق على الرغم من قله الكرات اللي راحت للشناوي، كرتين ثلاثه هدفين يا كابتن اسلام، لكن بهدفين هو شال هذا جوه خط السيستا يعني. صح. انت عشان فيرويد بيلعب كوره ممكن يغيروا شكله اي قوه، المفروض تاخد ايده شكله اداء النتيجه المباراه. واحده فيهم هدف تعادل بالظبط يعني، واحده فيهم برافو عليك، واحده فيهم هدف تعادل. هدف التعادل يعني مع فرقه زي دي وتسجل وترجع في الماتش تاني، اعتقد هتبقى صعب جدا انك تقدر تبتدي من جديد. صعب يعني، فرقه محترمه يعني. طبعا فرقه محترمه يعني، فرقه جيده. ما انا بقول لك مع فرقه زي دي محترمه ان هي تسجل فيك هدف، اعتقد كانت صعب عليك الامور، كانت صعب الامور عليك جدا جدا انك ترجع تاني. وبالتالي هو ده حارس مرمى النادي الاهلي، هو ده اللي احنا كنا دايما بنطلبه، ان احنا بتجيلك فرص قليله حافظ على نظافه شباكك في الفرص القليله. واضح جدا معنويات الشناوي قد ايه عاليه، واضح جدا ان المدير الفني لحراس المرمى، انا دايما بسميه كده المدير الفني الجديد لحراس المرمى، عامل شغل جيد زيه زي اللي قبله الحقيقه. كابتن طارق سليمان برده كان عامل شغل جيد، لانه في النهايه بص حضرتك الكره دي لو دخلت جون 1-1 في وقت صعب، صعب عليك يعني. المباراه زي ما بلال قال فريق محترم ومعاهم مدير فني محترم، فبالتالي هتصعب عليك المباراه جدا. لكن الشناوي حابب الثلاث خشبات، حابب يقف تحت الثلاث خشبات، ما شاء الله حاجه جميله جدا الحقيقه. رد الفعل اللي كان ملك صراحه يعني رد الفعل قوي يقظه واداء وشكل. خلي بالك النهارده برضو من ضمن الحاجات اللي الواحد سمعها النهارده او قريتها، اللي مدرب حراس المرمى قال لك ان الشناوي، قال لك احمد الشناوي واحد من افضل الحراس اللي انا مرنتهم، وليه ان هو يروح في اوروبا يعني ويبقى من حراس المرمى على الرغم من ان هو عنده 30 سنه يعني. فاعتقد كلام كويس جدا يا جماعه، واضح الحقيقه حاله الحب. اعتقد ان كمان شريف اكرامي لو لعب هيبقى زي الشناوي، لو علي لطفي كمان لعب هيبقى زي شريف والشناوي. فالتنافس واضح جدا ما بين اللاعبين، لان اللي هيخلي الشناوي كده تالق شريف وشريف اكرامي وعلي لطفي. واحنا قلنا كابتن اسلام لو تفتكر احنا قلنا اول مره مكاسب لينا في الجهاز مدرب حراس مرمى، مع احترامنا طبعا لزمايلنا المصريين اللي هم كانوا يعني اشدنا بيهم، لكن النهارده في راجل اجنبي مدرسه جديده، فاكيد اكيد هنستفاد منها، كلنا هنستفاد منها، اولادنا زي ما نشوف. بص قوه الايد وقبضه الايد طلعت الكره ازاي، يعني الكره رايحه جامده، خلي بالك برضو لاعب الانتاج الحربي حاططها جامده والمسافه قريبه. فبلال برضو وكابتن شريف ممكن تقولوا لنا الكره زي دي، بص يعني متعذب فيها يعني، هاتها لنا كده من الاول. هو في حريه وهو بيحطها في راسه، مفيش مشاركه. لا يعني بص يا كابتن هاتها لنا، مفيش مشاركه، بص مفيش مشاركه ولا ومتعذب يعني فيها برضو. والراجل يعني زي ما بيقولوا انا ايه بص رايح خد بالك الاصعب في الكره اسلام ان المسافه قريبه ما بين حوالي 6 يارد على فكره بالظبط، ما بين يعني هو قبل الخط 2 يارد 8 يارد تقريبا ما ده اسمه 6 يارد بالظبط يعني. هو بره 6 يارد بحوالي ياردتين وشناوي واخدهم لبره. طبعا هنا في مشكله دفاعيه يا كابتن اسلام شريف بلال، ان الكفرنج بتاع علي معلول ما كانش موجود في تخطيط هذه اللعبه. لا بعيده، انا شايف انا يعني انا اشوفه بعيد. لا انا عايز اقول ايه، انك انت خلاص ال 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 لا يعني بالظبط شديد قناوي هنا، يبقى لازم علي معلول بسرعه يقدر يعدل. هو علي معلول هو واقف كده ولا مش واقف؟ غلط، واقف غلط يعني. صح يا كابتن، يعني لازم كفرنج بسرعه
لان الكره راحت ناحيه الشمال في واحد الكروس بس خلي بالك برضو الزحلقه بتاعت خدت عين يعني الواحد لو هنا بيلعب باك ليفت انا خلاص الكره على راس ايمن اشرف فهقف يعني مش حجري بصراحه يعني بالظبط لان احنا مبادئ الدفاع بتقول لو عشان كده جري ووقف لو الهجمه من ناحيه شديد قناوي يبقى لازم التمركز والتغطيه والميلان بالنسبه للخط لان برضك دي ممكن تبقى هدف ممكن تاثر من شكل واداء المباراه فاحنا برضك خلي بال حضرتك برضو احنا لينا ضربه جزاء في الشوط الاول بالظبط يعني انا هتكلم فيها مع كابتن سمير عثمان يعني برضو كتير النهارده لان ضربه الجزاء دي كانت هتبقى نتيجه 2-0 او بالزبط. يعني كانت كانت في الدقيقه 48 اصلا الدقيقه 48 ضربه جزاء لرمضان صبحي صح. اعتقد كانت هتفرق كتير جدا وفي واحده جت بيقولوا في ايده او في صدره دي ما اعرفش تشوفها لا في صدره دي انما بتاعت رمضان صبحي اعتقد هي بلانتي من ايده يعني ما فيهاش اي حاجه وده اللي دايما بقوا طالب بيه ان احنا نشوف يا جماعه حتى لو كسبانين 10-0 احنا عايزين نكسب 11 و12 و13 ليه لا وبعدين انا كل اللي بنطلبه العداله فقط في التحكيم لا شيء اخر كابتن الصباحي النهارده ده انا هتكلم فيه اكتر مع كابتن سمير عثمان طيب خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم اكتر على هذه المباراه لان الحقيقه مباراه ممتعه من كل الجوانب نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع بعض اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين كابتن مالك اتكلم كتير النهارده في الموضوع انا ابدا بقى بشرب بقى يا كابتن ابدا بشرب بقى ابدا بكابتن ماهر نيه صافيه يعني لا 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 قلبك لا اتفضل اصلا المباراه بينه وبينك خلي بالك ده عمار بينه وبين ربنا عمار خلي بالك فانا عشان كده بس ماليش دعوه انت حلاوه المباراه مخلياك مستمتع قاعد مستريح اول النهارده كده اربع تجوال والكوره اللي نفسي فيها بتتلعب صح يا بلال صح يا كابتن كوره بصراحه كل حاجه الحمد لله نتمناها هتحصل لا والنهارده وجبه دسمه قدام فرقه تقيله يعني حسينا احنا اتعشينا يعني عشوه كده عشوه مفيش كلام هو اتفضل يا كابتن مفيش عصبيه واحنا بنتفرج لا 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 زعلانين على الفرص واحنا بنضحك برضه اللي هي بتروح متاكدين ان في غيرها يا كابتن ماهر طبعا ولكن خلينا ناخد الجانب الاخر برضه عشان ما تبقاش الناس دايما كره القدم يا كابتن فيها كده وفيها كده يعني دايما كرة القدم اب اند داونز يعني لكن او صعود وهبوط. ايه اللي مطلوب الفترة اللي جاية علشان النادي الاهلي يفضل بهذا المستوى؟ احنا متأكدين ان هو في كرة القدم وعلم كرة القدم ما ينفعش تفضل ماشي كده على طول. مظبوط. ايه اللي مطلوب من لاعبو النادي الاهلي ومن الجهاز الفني الاول عشان يفضلوا ماشيين بهذا الشكل ويفضلوا يسعدوا جمهورهم لان الجمهور شاف ان النادي الاهلي يستطيع ان هو يعمل كده. فمش هيقبل باقل من كده. انا ايام ما كنت بلعب كوره او كلنا الحاله البدنيه بتاعتنا هي اللي بتخلينا دايما عندنا ثقه ان احنا نلعب باداء الكوره اللي احنا نملكها يعني او وهبهولنا ربنا من سرعات او من تحركات فرديه زي ما انت قلت بتوصل للجماعيه فهو وساعات ربنا اسلام بيديك النو هاو يعني بيديك الطريقه الامثل انك انت تكسب بيقول لك انت عندك امكانيات معينه هي دي الطريقه اللي تقدر تكسب بيها اي حد حتى لو لعبت فرقه احسن منك او اكبر منك مثلا زي ريال مدريد او زي حاجه لو مشيت الكوره بنفس هذا الشكل بالامكانيات والسرعات اللي عندك تنافس ما يقولش انك تفوز بس كمان انه عندك منافس قوي انما انت بهذا الشكل تقدر تنافس في اي مكان تقدر تنافس ناس مصممه برضو ان احنا ما لعبناش لسه منافس قوي لغايه دلوقتي امال سموحه كان ايه والزمالك كان الزمالك مش عارف ما انا بقولك انتاج الحربي ده كلام إيه غريب جدا يعني مفيش منافس قوي في الدوري الحقيقه وجهه نظري بمعنى لو بهذا الشكل يعني للاهلي ما فيش منافس قوي في طبعا تقصد في البطولات بالظبط لكن في عدد البطولات في الدوري في منافسين كتير للفرق كتير لكن الاهلي دايما متميز يعني يعني الاهلي دايما بيقدم كره متميزه مختلفه كتير مظبوط مظبوط يعني اللي شفناه النهارده دي كره مختلفه تماما عن اللي بتشوفها مع احترامي كل الانديه طبعا يعني مختلفه عن كره الدوري العام بشكل كبير جدا سهله وصعبه يعني الكره اللي احنا شفناها النهارده سهله وصعبه على بقيه الفرق ان هي تعمل بنفس التدويره دي زي مثلا وادي دجله صح. بيتمنى ان هو بس ما عندوش الانياب ولا عنده الدوافع والحوافز نوعيه اللعيبه دي اللي تقدر تترجم وتخش جوه ال 18 بسهوله بهذا الشكل كواليتي ان هي بالهدوء ده ان هي تترجم اهداف فالكل بيحاول الحقيقه بس على حسب الامكانيات الحمد لله امكانيات النادي الاهلي كانت كبيره جدا لعيبه تقدر ترجع الثقه ليها في نفسهم تاني طول ما الحمد لله ما فيش اصابات ما فيش اي حاجه اللاعب واقف على رجله زي ما انت بتسال كده
هي دي الحاجه اللي تطمني ان شاء الله اللي جاي احسن وان شاء الله الدوافع احسن، وكل ما بكسب وكل بيديني ثقه اكتر ان انا احتفظ بالشيء اللي انا بحبه اللي هي البطولات. ما بقى عندنا ما فيش حاجه اسمها تعادلات. الناس ناس كتير قوي رهنت النهارده في السوشيال ميديا او في الراديو واراء الناس ان يمكن ده لسه. بص بقى اليومين اللي النهارده بالليل وبكره وكده هتشوف بقى الكلام هيتقال ايه، لكن انا سبقت الحقيقه في الموضوع ده من يومين. اتفضل يا كابتن. فالحمد لله احنا بنرد في الملعب، بنرد بجميع وكافه الوسائل اللي هي ممكنه لينا اللي هو الملعب. انا ما عنديش حاجه تانية. بصوا يا جماعه والله العظيم ثلاثه، والله العظيم ثلاثه، احنا ولا اتفقنا على ولا اي حاجه خالص. احنا دايما هم كده الاهلي كده، لما تيجي تتكلم يقول لك ايه سيبك من اللي بيحصل بره الملعب، اهو احنا الملعب قدامنا اهو، احنا عايزين الملعب ده هو اللي نلعب عليه، سيبك بقى من اللي بره الملعب وحوالين الملعب، واحنا موجودين عشان اللي بره الملعب لكن اللاعبين بس يركزوا في الملعب زي ما الكابتن شريف بيقول، يعني زي ما احنا تربينا كلنا مع هو ده التربيه اللي تربيناها في النادي. والله تربينا كلنا على كده، ان حتى الكوتشات الكبيره اللي كانت ماسكانها بيقول لك انت صاحب الحكايه، يعني انت عايز البطوله هتاخدها، انت عايز تسيب البطوله بقى اي حد تاني ياخدها، مش بالاسم او بالعين او باي حد يعني، انما الجلد اللي احنا فيه والكفاءه اللي بيتوفر لنا في الملاعب باسماء اللعيبه. كم كلنا قاعدين مجمعين النهارده على رمضان صبحي، وهو علي معلول راجل المرحله دي وراجل هتقول رمضان هتقول علي هتقول بعد كده بقى تكتسب بقى عوده احمد فتحي ورامي ربيعه وفي حسين الشحات النهارده لاعب خفي، يعني كنا بنتكلم انا وليد سليمان وليد سليمان خفي بيقول انا كنت عارف حسين الشحات عبد الحميد معد قاعد معانا بيقول حسين الشحات فين؟ قلت له اصبر، قلت له حسين الشحات ده اصبر زي ما انا بقول لكم كده. فاكر احنا قبل المباراه كنت بقول لك ايه؟ عامل زي مؤمن زكريا كان يختفي كده في المباراه وهوب يطلع لك في ال 18 ويروح جايب جول، احنا ما خلصناش الكلمه صح، ولينا حسين الشحات بيحرز الهدف. فلعيبه الحمد لله قلنا قبل كده بيسمعوا كويس، ماشيين كويس، مهتمين جدا، جهاز فني واداري الحقيقه. انا بحيي برضو ان استاذ عبد الحفيظ حقيقه لامم الحكايه، هو ده هو ده دايما يعني دايما المطلوب ان نجاح. اتفضل. الجهاز الاداري هو اللي يحافظ على الفريق. طيب. الحاجات الخارجيه يعني الجهاز الاداري فيما يخص الفريق، واحنا هنا فيما يخص الناحيه الاعلاميه، واللي احنا عايزين اللعيبه بس تركز في ايه؟ الحفاظ كمان عليهم بالظبط، يعني بيوفروا لهم حتى للعيبه قبل اذا كان مباراه خارجيه بيسافروا قبل الماتش يعملوا لهم الشكل والارتياح ليهم، يشوفوا الجو شكله عامل ازاي، المعلومات اللي بيوصلوها للاجهزه الفنيه ان هم يتصرفوا على اساسها. بيخش بعدها كده مارو انت عارف اختيار اللاعبين لكل مباراه، النهارده رايح ديانج مثلا هو بيفكر فيه في مباراه اسوان هيكون ليه شكل تاني، بيريح مثلا اي حد في منتصف الملعب عشان ياخده في الماتش اللي بعده، بقت العمليه سمه بالنسبه له راحه ايجابيه استشفى للعيبه حتى هم مش مصابين، ان هو بيوفر له ان هو ينزله في كل مباراه يقدر يدي المجهود. فبتلاقي حسين شحات بيستريح، تلاقي رمضان بيستريح، علي معلول بيستريح، وهناك البديل البديل الجيد اللي لا يختلف، انما ربنا مدينا مواهب يعني مش انا مش زيك ولا زي بلال ولا زي اسلام، كل واحد فينا عنده حته صح. دي اللي بتكمل بعض يعني. فالحمد لله على هذا الاداء اللي احنا بنتمنى ان في المباريات الجايه كلها يبقى بهذا الشكل. نستمر نفس الشكل، هي حاله استمراريه بتبقى موجوده بنفس الشكل الحقيقه، مش كده بقول لك ربنا بيدينا السكه نمسك فيها بقى، ولما يبقى في نجاح نمسك في النجاح. صعب قوي انك انت يجي لك ازمه وحاجه وتخرج منها وترجع بسرعه، لا انت النهارده ربنا مديلك ما شاء الله نجاح ونجاح حلو قوي. بس خد بال حضرتك برضو الناس ودي هسال فيها بلال، ناس بتروح وتيجي يا بلال تقول لك ايه بس برضو احنا لغايه دلوقتي يعني البطوله اللي لعبناها بطوله السوبر احنا لغايه دلوقتي ما لعبناش او ما خدناش بطوله اخرى يعني. بس خد بالك يا سام في نقطه مهمه جدا يعني. انت ادائك النهارده ادائك في السوبر وادائك في المباراه بتاعت افريقيا، وزي ما اتفقنا قلنا تسجيل الاهداف بيخوف الفرق منه، بيخلي الفرقه تبقى عامله حسابات كتير قوي، تخليها تبقى يعني نازلين المباراه يا كابتن هم مهزومين يعني نفسيا. النهارده واضح جدا من تشكيل كابتن مختار ان في قلق كبير جدا من النادي الاهلي النهارده، وعامل حسابات كبيره جدا لعيبه النادي الاهلي النهارده. التشكيل بتاعه لا انا لو هو بيلعب ماتش عادي هيلعب زي المباراه اللي فاتت، تشكيل بيلعب برجب قدام والثلاثه اللي موجودين واثنين بيدافعوا بيهاجموا شبراوي والناحيه الثانيه احمد شيدي قناوي والثلاثه اللي موجودين قدام ورجب هو ده المان تارجت بتاعتك، وبتلعب بشكل طبيعي جدا. النهارده قدام النادي الاهلي عشان حققت نتيجه ايجابيه جدا قدام الزمالك، عشان في مباراه افريقيا، عشان ماتش مباراه برده سموحه سجلت واضعت اكثر من فرصه، فالنهارده
فرقه الانتاج الحربي وكابتن مختار مختار عامل حسابك. هو ده اللي احنا بنقوله، انك انت لما بتقدم مباراه كبيره وبتسجل اهداف وبتتاح ليك فرص كتيره جدا، بيبقى في قلق من بعض من الفرق اللي بتقابلك، بيبقى في خوف يا كابتن. الفرق اللي قدامك بتعمل حسابك. عجبني جدا برضو يا بلال اللقطه دي، لان اللقطه دي لقطه رائعه حاجه في اوروبا كده يعني. ريني فايلر هو اللي بيروح للمدير الفني، حصلت في المباراه السابقه مع كابتن حسام، والنهارده برضو بتحصل. اعتقد انا اتمنى ان انا اشوف المنظر ده من كل المديرين الفنيين. طبعا حاجه يعني، بص خد بالك يعني، ملهاش علاقه بقى بالنتيجه ولا بالفرق ولا باي حاجه. انت النهارده بنشوف الفرقه في اوروبا يعني قبل المباراه وبعد المباراه وخلاص، وانتهى كسبان خسران، ما عندناش اي مشاكل يا جماعه. ده هي في الاول في الاخر هي منافسه داخل المستطيل الاخضر. قبل المباراه وبعد المباراه الموضوع مختلف تماما. انا اثناء المباراه جيم، ده جيم بتلعب انت فرقه هيد تو هيد، انا بلعب الانتاج الحربي او الاسماعيلي او اي فرقه. يعني هي دي الروح المطلوبه في كل في الدوري المصري بشكل عام. احنا بنتفرج على الدوري الانجليزي يا كابتن، كل الفرقه كل الفرق كل المديرين الفنيين قبل المباراه بيسلموا على بعض كلهم، مفيش اي مشكله خالص، ما عندناش مشكله. احنا بس يعني في بعض الاوقات بتبقى الامور يعني فيها شويه عصبيه شويه. هو ده اللي احنا عايزينه، بس هو ده اللي احنا عايزينه يا بلال. الروح الرياضيه يا ريت كل كرة الكره يا كابتن ماهر يا كابتن شريف وكابتن بلال، احنا اتعلمناها كده، ان الكره دي زي اللقطات اللي احنا شفناها، الكره مش شتيمه وزعيق وسب وقصف وكذا وكذا وكذا. الكره دي الجمهور طبعا بتبقى في بعض الامور الطبيعيه اللي هي المناوشات العاديه، لكن وما كناش بنشوفها برضو في الايام السابقه. لكن الحقيقه هي دي كره القدم اللي احنا عايزينها، هي ده الشكل والاخلاق، لان كره القدم اخلاق قبل ما تكون اي شيء اخر. وفايلر الحقيقه النهارده هو مش فايلر، حتى لاسارتي الحقيقه كان، عشان برضو الناس ما تقولش ان احنا عمالين، لكن احنا فايلر دي من الواضح جدا ان هو بدا بدايه جيده جدا مع النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله ان هو يكمل بهذا الشكل وبهذا المستوى. قبل بس ما اسيب حضراتكم، عايز اعرف راي كل واحد من نجومنا اللي موجودين معانا في القرعه السريه اللي اتعملت. الحقيقه هي القرعه بالمناسبه انا شفت لقطات منها على الانترنت، قرعه طبعا تصفيات اولمبيك كاس امم افريقيا للشباب تحت 23 سنه، اول وثاني وثالث هيروح اولمبياد طوكيو 2020. وبالتالي كان نفسنا نشوفها، لان الناس كلها كاتبه ان هي معموله بشكل رائع ومعموله في المنتزه في قصر كبير هناك في المنتزه، وحاجه كانت معموله رائعه جدا. فكنا نتمنى نشوفها بس ونتفرج عليها، علشان مش انا لوحدي، اكيد كل جمهور النادي الاهلي بيتفرج على النادي الاهلي يعني. فبالتالي وهو الجمهور الاكبر في مصر، فبالتالي اعتقد ان في ناس كثيره ما شافتش القرعه، فتوقيتها ان تبقى يوم مباراه اهلي او حتى زمالك بكره ما ينفعش بصراحه يعني. فبالتالي كنا نتمنى ان احنا نشوفها، خصوصا في ظل حاله الانبهار اللي انا شايفها الحقيقه على الفيسبوك. انا ما شفتهاش، شفت شويه لقطات لطيفه وجميله وكل حاجه، بس لازم تشوف دايما القرعه كلها علشان نقدر نحكم عليها. كابتن مالك، كابتن شريف، كابتن بلال، عموما قرعه وضعت مصر في المجموعه الاولى، منتخبنا الوطني مع منتخب مالي، لو حضراتكم يعني مش كاتبين، منتخب مالي، منتخب الكاميرون، منتخب غانا. دي المجموعة الأولى اللي هتبقى فيها مصر. المجموعة الثانية منتخب نيجيريا، منتخب ساحل العاج، منتخب جنوب إفريقيا، منتخب زامبيا. دي المجموعتين أول وثاني وأول وثاني وكروس، أول وثاني وثالث هيوصلوا إلى أولمبياد 2020 طوكيو 2020. فأعتقد يا كابتن ماهر مجموعة نار. هو شرف لينا طبعا يا اسلام ان احنا ننظم هذه البطوله، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا الاولمبي. واضح طبعا المجموعه الاولى مصر ومالي وكاميرون وغانا، يعني مجموعه تقيله قوي. تقيله يعني انت في الاعمار السنيه 23 سنه، افتكر ان هيبقى فيها لعيبه محترفين على اعلى مستوى. كلهم محترفين يا كابتن. بالنسبه للمنتخبات افريقيا حد بقى جوه. انا شايف المجموعه بتاعتنا يعني مجموعه ناريه، لكن طبعا في وسط ملعبنا في وسط جمهورنا نتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نوصل اول او ثاني هذه المجموعه ان شاء الله. كابتن شريف برضو رايك في مجموعه مصر ومالي والكاميرون؟ حاجه صعبه جدا بصراحه. الاسماء تخط ان شاء الله. ان شاء الله يكون لينا تواجد والجماهير يكون ليها شكل كالعاده دايما حافز كبير قوي، لان اعتقد الجماهير هتروح عندها ثقه في اللعيبه اللي هي موجوده في 23 سنه، من رمضان صبحي ومصطفى محمد
نيدفيد لو كانت اصابه رجعت. في لعيبه كتير قوي موجوده على الساحه مش مستحضر دلوقتي الاسماء اللي هي الاسماء دول كلهم بيلعبوا دوري ممتاز كلهم بيلعبوا دوري ممتاز طاهر محمد طاهر ومحمد طاهر يعني بقيه طيب اللاعبين كلهم شكلها شكل برضو كبير يعني واللعبة تلعب في اي حته في العالم الحقيقه مش في مصر بس. فانا بتمنى اللي حصل في البطوله الافريقيه اللي فاتت بالنسبه للكبار يكون في حاله تعويضيه لان انا كنت براهن على الفرقه بتاعت شوي غريب ان هي هتبقى عماد المنتخب القومي باذن الله وقريب جدا يعني. فانا بتمنى ان يكون ليهم الوجود ويكونوا ضمن الثلاث فرق اللي هتوصل باذن الله لطوكيو ودي هتبقى خطوه كبيره جدا ان شاء الله. كابتن بلال بص يا اسلام هي الحقيقه يمكن كان الله في عون المصريين وشوقي غريب يعني يعني قرعه صعبه جدا هو بس الفكره كلها بس خلي بالك الثمان فرق خد بالك اه طبعا لكل الفرق يعني يعني يمكن زامبيا هي لما بنتكلم على مصر بس احنا منظمين البطوله يعني احنا منظمين فمن الطبيعي ان احنا نصعد يعني ولكن هي الفكره مش النهارده كابتن الفكره بتتكلم في 5 سنين او 10 سنين فاتوا انت ما عندكش فرقه بتصل لنهائي افريقيا ما عندكش فرقه بتوصل حتى السيمي فاينال بقالك 10 سنين على كل المستويات فبالتالي وانت اصلا يعني من غير ما تفكر نهائي افريقيا انا بتكلم عن الشباب والناشئين اه الشباب والناشئين ما هو ما هو دول نتاج صح الشباب صح والناشئين صح يعني انت في الاول وفي الاخر بتتكلم في ان دول لعبوا 17 سنه كاس افريقيا وكاس عالم ووصلوا 19 سنه كاس افريقيا وكاس عالم ولاعيبه لعبت منتخبات اولمبيه معظم المنتخبات دي سمعنا عنها اه بالظبط انت سمعت ان نيجيريا خدت كاس عالم مع ايمانويل امونيكي مالي وصلت لفاينل كاس عالم الفرقه دي بتاخد بطولات افريقيا جنوب افريقيا وصلت للفاينل فكل الفرق دي هي فرقه ربيع سين كانت اللي خدنا فيها دي كانت افريقيا لا دي كانت من 2013 يا كابتن 13 من 2013 احنا او كام يمكن قبل كده لا قبل 2013 تقريبا 13 لا 13 لان انا كنت حوالي 6 سنين او تقريبا طب ما 6 سنين 13 صح وكان فيها ما دي الفرق دول عدوا 23 سنه راحوا كاس عالم دول راحوا كاس عالم بالظبط دول عدوا ال 23 كان في تركيا بالظبط صح كده فانت الفرق دي واعتقد هيبقى فيها محترفين كتير جدا لان خد بالك اللعيبه الافارقه يا كابتن بيبقوا مركزين بشكل كبير قوي في حته الاولمبياد اسلام وكاس العالم والحتت اللي زي دي النادي اللي بتطلعهم اه هي دي من اه طبعا اللي بتنقلهم نقله كبيره وكان على سبيل المثال نيجيريا لو تفتكر يا اسلام لما وصلت فاينل واتغلبت من البرازيل وكان او كسبت البرازيل اسف لما خدت البطوله كانوا 3-2 اعتقد كانوا اه طبعا يعني فالنهارده الفرقه دي اصبحت مستعده بشكل كبير اكتر منك بكتير البطولات بتلعب في بطولات اعلى منك بكتير قوي انت ما عندكش محترفين في يعني خارج الدوري المصري من اللعيبه اللي هتلعب في المنتخب الاولمبي فالاحتكاك مختلف شويتين ثلاثه الظروف صعبه على المنتخب المصري اتمنى ان وجود الجمهور في البطوله دي يبقى مساند كبير جدا والثقه تكون موجوده على اللعيبه واتمنى التوفيق طبعا لعبتنا يعني حافز كل التوفيق ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني ولكن النهارده الحقيقه هنتكلم طبعا في ملعب الاهلي ان شاء الله بعد يوم السبت عن البطوله وعن استعدادات منتخبنا الوطني خلال الفترة اللي جاية ولكن النهاردة الحقيقة النادي الأهلي يستحق 3 نقاط غالية جدا يستحق أداء يستحق أن احنا نرفع له القبعة ولكن مسؤولية كبيرة جدا جدا على لاعبي النادي الأهلي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن ماهر على وجودك النهاردة وألف مبروك شكرا شكرا جزيلا يا كابتن شريف على وجودك النهاردة أشكرك وألف مبروك وعقبال المباريات اللي جاية كلها إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا يا كابتن بلال وألف مبروك ألف مبروك يا كابتن إسلام ألف مبروك هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنستقبل دكتور أحمد ثابت نتكلم عن أهم الأرقام ومن هو نجم المباراة من خلال الأرقام